الفكره برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه منحه ناصر، فكره شبابيه وبيديرها وبيقودها مجموعه من الشباب. الحقيقه الشباب بيتعرف على مؤسسات المجتمع المصري بشكل كبير جدا، بيناقش وبيشاهد وبيسجل وبيسجل. النهارده كان في ندوه مهمه جدا، رؤساء يعني مجالس ادارات الصحف القوميه وجودهم النهارده، وهذا النقاش فتح موضوعات. استاذ نشأت اديني عن جداره الحقيقه ادار حوار مفتوح ما بين الشباب وتساؤلاتهم، سواء عن قضايا الوعي او معالجه الشائعات والتصدي لها والدور المجتمعي في الدول المختلفه. اكيد في خروج من هذه الدوره بمجموعه من السفراء، سفراء سواء دول جنوب الجنوب او هذه القارات وهذه الدول، او سفراء لما يرونه على ارض الواقع والحقيقه المصريه. طبعا هي شيء جيد وتجعل مصر دائما في الرياده وملتقى للشباب. والحقيقه يعني انا لاحظت ان الشباب منفتح، اسئلته مهمه. اللي ركزنا عليه كلنا انا وزمايلي ان احنا بنتكلم على الوعي، ان الوعي لازم تبقى درجه الوعي عند الشباب عاليه عشان ما حدش يضحك عليهم، وما يجيش اهل الشر يلعبوا بدماغهم ويبقوا شايفين الانجازات اللي بتتحقق في الدول اللي هم فيها يبتدوا يحملوا عليها ويحافظوا عليها. المنحة طبعا فيها خبرات حياتية كبيرة جدا. المنحة هي منحة شبابية، هي الشباب دلوقتي في الوقت الحالي هو يعتبر نص المجتمع وهو المستقبل كله. يعني احنا دلوقتي بنستفيد بخبرات كبيرة جدا من مسؤولين. احنا تم زيارة مجلس الشيوخ وبعض المسؤولين امدونا بالداتا والمعلومات اللي احنا ازاي تأهلنا بالنسبة للقيادة. استفدت من تبادل الخبرات من اربع قارات عندنا موجودين في المنحة. في تدريبات كويسه استفدت منها، وحتى الزيارات الميدانيه اللي طلعناها النهارده كنا في اكاديميه الشرطه، شفت حاجات كتير في اكاديميه الشرطه. في هذه المنحة تتعرف الشباب على بعض، وكذلك نتعرف على اهميه الشباب في هذا العالم، وكذلك دور الاعلام وكثير من الاشياء التي تعرفنا من خلال الجلسات التي اعدها المنحة الناصر في هذه المره. ناصر فيلوشيب هي إن فرصه جميله لشباب العالم، وأكثرها للشباب الأفريقي. وأنا إن بالنسبة لي إن ناصر فيلوشيب لما أرجع الدولة الصومالية سأتعلم أشياء كثيرة من هنا، وإن شاء الله سأتطبق أشياء اللي تعلمتها في مصر ومن هذه المنتدى لبلدي إن شاء الله.